الرجل إذا كان يحمل طفلا أثناء الطواف والسعي والطفل محرم، فهل يكفي طواف واحد أو لا بد من إعادة الطواف للرجل ثم للطفل؟ يكفي أنه يطوف وينوي الطواف لنفسه ويحمل الطفل معه، فيكون طوافا للطفل المحمول وطوافا للحامل، ولا داعي أنه يكرر لأنه لا دليل على ذلك. نعم، والتيسير مطلوب، وخصوصا أيام الزحام وأيام الضيق. نعم.